الأسلحة والصواريخ الإيرانية عادت لتتدفق من جديد وبشكل مكثف من الداخل العراقي إلى الداخل السوري، وهي موجهة مباشرة ضد القواعد التي يتواجد فيها التحالف الدولي إلى شرق نهر الفرات. كل هذا نشر في 48 ساعة الماضية من قبل وكالة عين الفرات، كما تلاحظون، بتفاصيل استخبارية وخطيرة في نفس الوقت. التفاصيل التي جاءت والحديث من هذه الوكالة المهمة للغاية السورية قالت بأن كانت هنالك صواريخا وقاذفات للمدفعية وذخيرة كذلك دخلت من الأراضي العراقية إلى البوكمال وخزنت أساسا في داخل البوكمال. والفصائل المسلحة اتخذت قرارا ليلة يوم الاثنين الماضي، هذا الأسبوع تحديدا، بأن تنقل هذه الصواريخ وعن طريق 7 شاحنات من شاحنات وسيارات، طبعا هي نقل الطعام التي قامت بنقل هذه الصواريخ والأعتداء المخزنة في البوكمال مباشرة إلى البادية السورية، أي ما يحيط بالميادين، ومباشرة بهذا الاتجاه، وقامت بتوزيعها على النقاط التي تتواجد فيها الفصائل المسلحة وتتمركز فيها. وطبعا كما تحدثنا، القوات الأمريكية أساسا من التحالف الدولي وغيرها تتواجد هنا أمام دير الزور وكذلك أمام الميادين هنا في قاعدة كونيكو وهنا كذلك في قاعدة حقل العمر النفطي، وكانت هي محمية من قبل سيارات أمنية عسكرية كانت تحمي هذه الأرتال، وكانت هنالك عجلة واحدة لم تتمكن هذه الأطراف التي نقلت هذه المعلومات من الوصول إلى هذه العجلة ومعرفة من كان فيها وما الذي يتواجد فيها، وبالتالي هنالك ترتيب كبير يأتي في هذه المنطقة. وفي نفس الوقت إن عين الفرات لم تتوقف إلى هذا الحد، بل اليوم وقبل ساعة من الآن كانت قد تحدثت بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران تحديدا قامت بعملية اجتماع في مدينة الميادين. من قادت هذه الفصائل الموجودة إلى غرب نهر الفرات وقاموا بهذا الاجتماع وبدأوا يدرسون عملية تعزيز تواجدهم العسكري في البادية السورية تحديدا، وبالتالي دخلنا في تعزيزات كبيرة من هذه الفصائل المسلحة بشكل واضح للغاية في ظل هذه التفاصيل المثيرة للغاية. وأيضا كان هنالك تقريرا مهما قد نشر من نفسها هذه الوكالة، ولكن في 23 فبراير، أي أيضا قبل أيام قليلة، تحدثت عن مسألة قد تكون أخطر من المسألة التي نتحدث عنها اليوم، ألا وهي بأن هنالك أنفاقا سرية بدأت الفصائل المسلحة بحفرها من العراق إلى الداخل السوري. وإذا ما حاولنا أن نذهب إلى صورة أوضح للحدود هنا بين القائم وبين البوكمال، صورة من القمر الصناعي لكي نعرف ما الذي يجري. فالتفاصيل التي طبعا تحدثت عنها هذه الوكالة المهمة للغاية هي تأتي إلى الداخل السوري تحديدا وإلى إحدى الفنادق الموجودة هنا التابعة إلى قرية الهيري السورية. هذا الفندق الذي سنقترب منه الآن هو ما يطلقون عليه الفندق الإيراني، الذي عادة يصلون إليه أو يأتون إليه أساسا الزوار الإيرانيين. قالوا بأن هنالك عمليات حفر لأنفاق ونفق سري، وهذا عملية الحفر بدأت منذ ديسمبر من العام الماضي، وعمليات الحفر عادة هي تتم في الليل أو في الصباح الباكر بحسب تعليمات الفصائل المسلحة، وبأن العمال وورشة العمال الذين يقومون بهذا الحفر السري هم قادمين من العراق، بسبب أن هذه الفصائل لا تثق أبدا بالمواطنين الموجودين أو العمال الموجودين في تلك القرية، لأنهم يعتقدون بأن هنالك كثير من الجواسيس الذين يعطون الكثير من المعلومات إن كانت لإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الضربات ضدهم، وبالتالي هم بدأوا بحفر هذا النفق في هذه المنطقة في هذا الفندق. ولكن هنالك تفاصيل أهم تأتي هذه المرة من طبعا نفس الوكالة، ولكن مما يأتي من الداخل العراقي، وبالتالي بالابتعاد بالصورة مرة أخرى والعودة إلى النقطة التي نريد الحديث عنها. فتحدثت التفاصيل من وكالة عين الفرات أيضا بأن هذه المنطقة التي ترونها وهي حي التنك التي تأتي طبعا إلى جنوب القائم هي التي تأتي فيها عمليات الحفر من الفصائل المسلحة أيضا بشكل خاص وبشكل سري، وهذا هو الفندق الذي تحدثنا عنه هنا بهذا الاتجاه تحديدا. وبالتالي الفكرة الأساسية أن يكون هنالك نفقا يمتد تحت الأرض بهذا الشكل ويصل إلى هذه المنطقة تحديدا، والهدف من هذا النفق الذي نتحدث عنه أولا هو لنقل طبعا الصواريخ بالعجلات أو حتى بالشاحنات، نفق لا بأس به بحسب هذه التفاصيل التي نشرت، تنقل الصواريخ، تنقل المواد، وبينما أيضا المواد التي يريدون أن يهربونها أو يستخدمونها، وأيضا الصف الأول من قيادات
أو القيادات العليا طبعا الصف الأول منهم إن كانوا فصائل مسلحة إن كانوا من غيرهم من الحرس الثوري أو غيرهم يستطيعون من الدخول بهذا الشكل في هذا النفق والوصول إلى هذه المنطقة التي يبحثون عنها والوصول إليها طبعا سالمين من دون أي مشاكل. وأيضا يجب أن ننتبه أن هذا النفق الذي تتحدث عنه وكالة عين الفرات يأتي بشكل مثير حول منطقة ويأتي من ضمن منطقة ترونها هنا بهذا الاتجاه سبق وأن قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستهدافها في عام 2021. دعونا نقترب من هذه المنطقة الآن. إذا ما اقتربنا منها فهذه المنطقة معروفة بتواجد الفصائل المسلحة فيها وستلاحظ أنت فجأة بأن هنالك طريقا معبدا للفصائل تستخدمه لهذه المنطقة وأن النقطة التي استهدفت هي النقطة التي نقترب منها الآن كما تلاحظون. كما تلاحظ هي مدمرة بسبب الضربة التي جاءت في عام 2021 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت مباشرة الأوامر لتوجيه هذه الضربة وكانت الصور من الأقمار الصناعية واضحة بهذا الشكل. لاحظ الدمار والضربة ولنقترب منها قليلا كان دمارا كبيرا في حينها وثبت على هذه الضربة ليس فقط الدمار وبأنها كانت مقار وغيرها لنقل الأسلحة أو لنقل عناصرهم أو تعتبر نقطة حيوية لا أبدا وإنما كانت العملية قد أدت إلى مقتل أحد عناصر الفصائل المسلحة ردا على هجمات قامت بها الفصائل المسلحة في العراق على القواعد التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي طبعا. وبالتالي هي نقطة كان فيها الكثير من الأمور والكثير من التفاصيل وبالتالي واضح جدا أن الفصائل المسلحة تعمل وبدأت تأخذ طريقا ذكيا للغاية بأنني سأوصل نفقا من تحت الأرض لهذه النقطة لكي أتفادى الضربات التي اعتدنا أن نراها في الفترة الماضية من قبل الطائرات المسيرة ضربات إسرائيلية ضربات أمريكية وغيرها من التقارير التي رأيناها. شهدنا ضربة لرتل موجود هنا في البوكمال بمجرد دخوله طبعا من العراق إلى سوريا. شهدنا أيضا ضربات في هذه النقاط أدى الأمر أيضا إلى ضربة أخرى إلى مقتل لأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني مع مرافقيه. وبالتالي لتفادي كل هذه المشاكل ننقل الأسلحة من هذا النفق وفجأة الشخص من دون أن يلاحظ على الحدود ينتقل عبر هذا النفق وانتهت هذه المسألة ولا مشاكل أبدا. ولكن السؤال هل أن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لا تعرف بهذه القضية؟ يبدو بأنها تعرف حول هذه المسألة وتعرف بهذه القضية خاصة بأن صادف مع انتشار هذا التقرير في 23 من فبراير من وكالة عين الفرات في نفس اليوم تحديدا ظهرت فجأة طائرة من طائرات الاستخبار الأمريكية الريفت جوينت وهي تحلق فوق الأجواء العراقية بهذا الشكل بحسب الفلايت ريدار 24 قادمة من قاعدة العديد في قطر. وإذا ما اقتربنا هنا من القائم لكي نلاحظ ما الذي يجري فأنت ستلاحظ فعلا بأنها متواجدة بشكل واضح هذه الطائرة وهي تحلق وحلقت ذهابا وإيابا بهذه الطريقة وهي ترصد كل شيء في هذه المنطقة ليس فقط هذا الطريق طبعا الذي تحدثنا عنه ونقل الأسلحة وإنما واضح جدا من الحركة هنا تحديدا بأنها تراقب نفس المنطقة التي جاءت بتفاصيله وكالة عين الفرات وتحدثت بأن هنالك نفقا سريا من المنطقة منطقة التنك التي تحدثنا عنها أو التنك حتى المنطقة المهمة التي تأتي في قرية الهري ألا وهو الفندق الإيراني في تفاصيل خطيرة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الكثير طبعا ويجب أن لا نستغرب إن ما جرى أي شيء هنا في ظل هذه الرقابة وفي ظل هذه التقارير. ولكن هذا التحشيد الكبير لهذه الأسلحة إلى غرب نهر الفرات والتعزيزات العسكرية هي تأتي بشكل مثير مع تفاصيل نارية تأتي مع إيران شهدناها في 72 ساعة الماضية من تقارير تحدثت وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال هذه التقارير بأن إيران فعلا خصبت اليورانيوم إلى نسبة عالية للغاية قريبة من التخصيب العسكري كما تلاحظون 83.7% أي بما معنى أنها كانت على بعد ما يقارب 6% أو 6.3% للوصول إلى 90% التي ستمكنها من الوصول للقنبلة النووية. وطبعا الأمور الآن تشتد بشكل كبير مع هذه الأنباء خاصة وأن The Intercept كانت قد اطلعت على تقرير مهم وتحركات مهمة تأتي في البنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية كما تلاحظون ووجدوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية جهزت خطة طوارئ للحرب ضد إيران كما تلاحظون. ومن ضمن هذه الخطة ومن تفاصيلها تأتي فيها دعم لإسرائيل لتوجيه ضربة لإيران مباشرة وبالتالي بدأ الإنفاق وبدأ تجهيز هذه الخطة مع هذه التفاصيل الخطيرة بل إن أيضا فجأة
الحسابات الإسرائيلية قامت بنشر هذه الصورة التي ترونها ومن دون أي تعليقات كثيرة. وعندما تلاحظ هذه الصورة وتلقي نظرة عليها ستجد فجأة بأنك أمام الخارطة الإيرانية وبأن هذه النقاط السوداء هي تمثل المنظومات الدفاعية الإيرانية الموجودة هنا. بشكل آخر يريدون القول لإيران بأننا نعلم كل منظومة دفاعية موجودة في إيران وبأن الموجة الأولى سندمر فيها هذه المنظومات وبعدها سنخترق لنصل إلى المفاعلات النووية وندمرها ولن نجعلك تتقدمين يا إيران حتى 90%. وهذه كانت صورة أخرى من الخريطة التي رأينا، صورة مبعدة لتفاصيل أكثر وأكبر مما يريدون إرساله كرسالة طبعا بالنسبة للإسرائيليين. وهذا لا يأتي فقط بسبب أن البنتاغون ووكيل وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كال قال بأن إيران الآن قادر خلال 12 يوما من الوصول إلى قنبلة نووية واحدة من خلال المواد الإنشطارية التي تمتلكها. لا أبدا، الأمور الآن وصلت إلى نقطة أعلى من ذلك. فجاءت فجأة الانستيتيوت فور ساينس اند انترناشونال سيكيورتي لتنشر تفاصيل جديدة وقالت بأن الأمر يتعدى القنبلة النووية الواحدة فقط، ستكون هنالك أكثر من قنبلة نووية بحسب التفاصيل التي تحدثوا عنها. وما الذي قالته طبعا هذا وما الذي قاله هذا المعهد المهم للغاية؟ هو تحدث عن اليورانيوم المخصب تحديدا والذي تمتلكه إيران وهو مخزن لديها. نتحدث هنا عن ما صدر بتقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، في آخر تقرير لها تحدثت بأن من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إيران تمتلك 3760 كيلوغراما من هذا اليورانيوم المخصب، وأيضا بنسبة 60% من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة العالية للغاية والتي من المفترض إيران تخصب بها يمتلكون 87.5 كيلوغراما من هذا اليورانيوم. وبالتالي يتحدث هذا المعهد معهد العلوم والأمن طبعا أو حتى الأمن الدولي، تحدث هذا المعهد ببساطة قال بأن كولين كال ما تحدث عنه بأنه فعلا من الممكن لإيران أن تصل للقنبلة النووية الأولى خلال 12 يوما الأولى من خلال هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بعد أن ترفع اليورانيوم إلى نسبة 90%، هذه هي القنبلة الأولى. ولكن مما هو مخزن من اليورانيوم بنسبة 20% كما تحدثنا في 12 يوما الأخرى التي ستلي 12 يوما الأولى التي تصل بها إيران للقنبلة النووية، ستتمكن إيران من استغلال هذا الخزين الذي هو 3760 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% للوصول ببساطة إلى 4 قنابل نووية إضافية. بالتالي خلال شهر واحد إيران ستصل إلى 5 قنابل نووية إن اتخذت القرار الآن. هي قريبة للغاية من القنبلة النووية إلى هذه الدرجة مع هذه التفاصيل التي بدأنا نراها من هذه المعاهد المهمة وحتى من وزارة الدفاع الأمريكية. وهذا لا يفتح الباب فقط من أن سيكون هنالك تسلحا نوويا إن ما تمكنت إيران فعلا من الوصول إلى هذه النقطة، مثلا المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، تركيا، وطبعا التسلح النووي بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل تعتبر أن هذا الأمر خطيرا. الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك بالنسبة لإيران، أنها تمتلك قدرات صاروخية هائلة للغاية قد تمكنها من الوصول وحقيقة تحقيق أهداف خطيرة، خاصة وأنها قريبة للغاية الآن من روسيا، وروسيا ممكن أن تساعدها في تقليل الوقت وتقليل الوقت الذي تحتاجه لكي تضع الدراسات الكافية لها لتضع القنبلة النووية طبعا على هذا الصاروخ وصواريخها المتمكنة للغاية. ولمن لا يصدق، فلاحظ إمكانيات الصواريخ الإيرانية البالستية تحديدا عندما تلقي نظرة على هذه الخارطة التي تعتبر قديمة نسبيا في حقيقة الأمر، هي تعود إلى أبريل من عام 2020. هذه كل أنواع الصواريخ تقريبا التي تمتلكها، هذه هي إيران باللون الأحمر وهذه هي المديات التي تصل إليها الصواريخ الإيرانية البالستية وصواريخ الكروز. ولكن البالستية تحديدا لاحظ بأنها تصل إلى أوكرانيا وتصل إلى مولدوفا وتصل إلى رومانيا، صدق أو لا تصدق، بانطلاق مباشر من هذا الصاروخ، بل إنها تصل أيضا
إلى منتصف أوروبا تقريبا، وتتعدى المملكة العربية السعودية واليمن وتصل إلى منتصف بحر العرب بهذا الشكل. بالتالي إيران تمتلك قدرات صاروخية هائلة بمشاركة روسيا كما تحدثنا، قد تصبح الأمور أسرع لتضع القنبلة النووية على هذه الصواريخ، وبالتالي تتحول إلى قوة كبيرة جدا مسيطرة على هذه المنطقة طبعا كما تعلمون. وأيضا التقارب مع روسيا هنالك قلق كبير جدا حوله، وهي في مسألة منظومة الأس 400 تحديدا. بلومبرغ كانت قد تحدثت يوم أمس في 24 ساعة الماضية بأن الآن إيران طلبت أنظمة دفاعية من روسيا تريد الحصول عليها، وإسرائيل كانت واضحة جدا إن قامت بعملية وبسماع أي تقرير بأي شكل من الأشكال بأن روسيا سترسل هذه المنظومة، منظومة الأس 400 لإيران، فإن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بحسب التفاصيل التي نشرتها بلومبرغ لن ينتظروا كثيرا أبدا، وحتى وإن إيران لن تصل للقنبلة النووية سيضربون المفاعلات النووية، لأن هذه المنظومة قادرة على حماية المفاعلات النووية بشكل كبير وفعال للغاية، وهذا ما ذكرته بلومبرغ بهذا الصدد. قال أشخاص في إسرائيل والولايات المتحدة على دراية بالمناقشات أن احتمالية حصول إيران على منظومة أس 400 ستسرع من اتخاذ قرار بشأن هجوم محتمل. تصعيد كبير يأتي ضد إيران، ولكن إيران في نفس الوقت منتبهة لهذا الخطر، وهي تستعد الآن لهذا الخطر تماما، وتستعد من خلال مناورات بمنظوماتها الدفاعية شهدناها في الأيام القليلة الماضية مع تصريحات مثيرة، واعتبروا هذه المناورات التي ستلاحظونها الآن بأنها مناورات واقعية يستعدون لأي هجوم ممكن أن تتعرض له إيران في نقاط حساسة ومواقع حساسة قالوا بأنها قد يتم استهدافها طبعا من قبل العدو كما طبعا وصفوها، وفي إشارة إلى إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية إن ما توجهت بمثل هذه الضربة. وكانت هنالك تصريحات مهمة جدا قادمة من جنرال إيراني مهم، ألا وهو الجنرال محمد باقري قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. بهذا الصدد ما الذي قاله؟ قال التدريبات المشتركة لوحدات الدفاع الجوية التابعة للحرس الثوري والجيش تجري في أوضاع واقعية في مناطق يمكن أن تكون محل طمع للأعداء وسيناريوهات التهديد المحتملة. وطبعا واضح جدا في ظل التفاصيل التي تحدثنا عنها القادمة من وكالة عين الفرات بأن إيران يبدو بأنها تستعد، تجعل فصائلها المسلحة مستعدة بشكل كبير من خلال نقل هذه الصواريخ بشكل مباشر، تعزيز التواجد في البادية السورية. هم يستعدون للسيناريو الأخطر والأكبر، والذي بدأت تتحدث عنه الصحافة، بدأوا يتحدث عنه المسؤولون في وزارة الدفاع وغيرها، بأننا قد نكون أمام ضربة موجهة ضد المفاعلات النووية، وبأن إسرائيل قد لا تنتظر كثيرا من توجيه هذه الضربة، وبالتالي ما تستعد له واضح جدا إيران بأنها لا تشعل الأمور فقط من أراضيها وأن تطلق الصواريخ من أراضيها، لا أبدا، هي تعد فصائلها المسلحة بقوة كبيرة لكي تستهدف أيضا بشكل واضح. وكما تحدث الإيرانيون تحديدا يستهدفون مثلا القوات الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات في قاعدة كونيكو، في قاعدة أيضا حقل العمر النفطي، أو حتى في عين الأسد، ولا تستغرب أبدا مما ممكن أن يكون قادما تجاه قاعدة الحرير في إقليم كردستان وغيرها. وبالتالي التواجد الأمريكي الإسرائيليين وغيرها أي ضربة بهذا الشكل سنكون أمام سيناريو خطير للغاية، وستجد بأننا أمام فوضى عارمة من ضربات وهجمات ستشتعل المنطقة بكل تأكيد. هذا أمر لا يتمناه أحد أبدا، ولا يتمنى أن تصل الأمور إلى مثل هذه الضربات وأن تنتهي الأمور بالدبلوماسية، ولكن هنالك ما بدأ يرجح ويرشح بأن العملية التي ستتم ضد المنظومات أو ضد المفاعلات النووية ستكون عبارة عن هجوم سبراني أو هجوم تخريبي لهذه المفاعلات النووية، تقوم بعملية إخلال مثلا بالتيار الكهربائي أو بالمنظومات الإلكترونية الموجودة في هذه المفاعلات، أي خلل بسيط في الكهرباء، شهدنا مثل هذه النوعيات من العمليات، من الممكن أن يعطل أجهزة الطرد المركزية وتوقف عملية التخصيب نهائيا، وبالتالي هذا السيناريو قد يكون أقل ضررا من السيناريو الذي تحدثنا عنه، ألا وهو ضربة واستعدادات يمينا وشمالا وتهديدات وغيرها. ولكن لن نرى شيئا من هذه التفاصيل إلا ونرى
ما الذي سيحدث مع رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد هو ذاهب إلى إيران إلى طهران حول مسألة تخصيب اليورانيوم طبعا، ويريد أن يعرف ما الذي يجري. وأيضا سنكون أمام اجتماع مهم للغاية الأسبوع القادم في 6 مارس من قبل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الدول الأعضاء تريد أن تعلن تقرير الوكالة الدولية الذي قد ينتج منه تصعيد كبير أو تخفيف لهذه اللهجة التي رأيناها طبعا، والتي قد تعني الكثير في نهاية المطاف أو في الفترة القادمة.